مساء الخير في برنامج الناقد الفني، واحنا بنتكلم عن الحلقه. قال بنتكلم، قال ده ما بيتكلمش. المهم فلقينا وجوه جديده من الفنانين الشباب السنه دي في مسلسلات رمضان، اهاليهم ممثلين. انت ايه راي حضرتك؟ انا امين. ايه؟ انا امين. ابناء عاملين. ايوه. طب حضرتك قول لنا رايك في استاذ خالد النبوي وابنه السنه دي في مسلسل الراجعين يا هوا. ايه؟ مخنوق؟ ايوه. عايزين نقول لحضرتكم انه نفس الشكل ونفس الصوت. ايوه فهمت حضرتك. وكمان كان معانا مسلسل مكتوب عليا للاستاذ اكرم حسني. ايه رايك في هنادي مهنا؟ امشي السؤال ولا حضرتك؟ هي رفيعه قوي. ايوه ده عجب حضرتك. جميل، بيشكر جدا، يقول تحفه وكان اداء حلو كويس. وبالنسبه للفنانه ايتن عامر، ايه؟ حلوه. ايوه فهمت حضرتك، يا رب تكونوا فهمتوه. حمام؟ افتكرت حاجة، عايز تخش الحمام. في مسلسلات ايه تاني الاعداد دي؟ قولي. ايوه. وايه رايك في أميرة أديب؟ الاستاذ الزميل عمرو أديب. يقطعوا لسانك. ايوه الفنانة أميرة أديب. لا انا كنت اقول عن امها وخالها وكده. مامتها منال سلامة، خالها شريف سلامة، وسلمى يا سلامة. وبعد كده عايز اخد حضرتك رأي حضرتك. انا خلص الحلقة وخلصت حلقتنا النهاردة. حضرتك عايز تقول لنا حاجة تانية؟ اشرب مي. ايوه يا اعداد، في حاجه عايز تمشي. خلاص يا اعداد امشي، يا اعداد امشي، يا اعداد. ايوه. وكنتم مع برنامج الناقد الفني. التايتل بتاعه زي الحلقه الاولانيه، الاستاذ المحامي المحاسب المهندس الدكتور فصيح الجامد.